نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العليم. إلهي ربي ربنا أنت معبود. سبحان الله 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 ربي العظيم وبحمده الكريم دائما ابدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. اللهم صل 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 اللهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذنب وهلاك وخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدنا الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة منورة في أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة. اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.